دمتك احلى برنامج من دون شك. دمدمتك دمدمتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دمدمتك دمدمتك لغز السياسي عنده الفك. دمدمتك دمدمتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دمدمتك دمدمتك بمنطر وقته تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. امبارح اعلن الرئيس نبيه بري انه الدكتور سمير جعجع قاعد بمعراب وعم يتسلى فينا. تعليق بري اجا كرد على مواقف جعجع المتعلقة برئاسة الجمهورية. فرد الدكتور جعجع اليوم على بري وقال له دولة الرئيس معاذ الله اني كون عم اتسلى فيكن، كل ما في الامر اني عم بتسلى معكن. يعني إذا كل المشهد الرئاسي من لحظة ترشيح الحريري لفرنجية وجعجع لعون لليوم هو تسلاية، فأكيد أكيد أكيد إنه الكل نيتهم واضحة، بدهم يجيبوا رئيس جمهورية قادرين يتسلوا فيه. ومن 2005 إلى 2016 وبعد 11 سنة من التسلاية بهالشعب منقول العوافي للرئيس تمام سلام. العوافي كمان اليوم بجلسة مجلس الوزراء ما تم إقرار بند تثبيت المتطوعين بالدفاع المدني وسكروا الطرقات، فمش حرام عليكم؟ صدقني أنا ما طالع بإيدي شيء، الحق على وزراء المستقبل ومن لف لفيفهم، هني ما بدهم بناء على توجيهات رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. طيب ليش السنيورة رافض تثبيت هالمتطوعين؟ قال مقهور من الناطق باسم الدفاع المدني يوسف الملاح. ايه بشو قهره يوسف الملاح؟ قال لما بكى الملاح كل لبنان بكي معه، بينما هو لما بكي عملوا له دموعه نكتة فبده ينتقم. يا لطيف، شو هالسنيورة، شو محب وقلبه كبير. شكرا تمام بيك والعوافي لوزير المالية علي حسن خليل. العوافي، هل صحيح انك عم بتعين موظفين مسلمين مطرح الموظفين المسيحيين بوزارة المالية؟ هيدي اخبار مدسوسة للحرطق علي وعلى الرئيس بري. نعم. ليش ما شافوا الموظفين المسيحيين اللي عينتهم مؤخرا؟ واحد من بيت مطران، وواحد من بيت خوري، وواحد من بيت تأسيس، وواحد من بيت إربان، وفي واحد من بيت الحبل قدم طلب توظيف ما قبلته إلا من بعد ما زاد على اسم عائلته بالهوية كلمة بلدنس. تصار من بيت الحبل بلدنس. نعم، وين بكون أنا عبهمش المسيحيين؟ حدا يخبرني. طيب عم تفكر تقوم بشي خطوة تبرد العاصفة اللي قامت عليك؟ عم فكر اطبع اصدار جديد من ورقة 100,000 ليرة وحط عليها صورة لشي مطران. لا هيدي خبرية ممتازة، بس انه اكيد مش عم تمزح. بتريد احلف لك ايدي على السيدة وحياة مارنطانوس شي؟ شكرا للوزير علي حسن خليل. والعوافي للنايب دوري شمعون. العوافي، انا عندي احتجاج موجه للوزير وائل بوفعور كوزير صحة، في يقوله تفضل انه يا استاذ وائل معقول بدك تحرمنا من حياتنا الجنسية الطبيعية؟ لك بدك تخوفنا من الجنس مثل داعش؟ معقول يا وائل؟ خير شو في يا رئيس دوري عم تحكي هيك؟ ليش؟ ليش؟ لأنه حضرته بده يحارب هايدي موجة الزيكا زيكا اللي جاي لعنا من البرازيل. إما نحنا منحط نفتنا تنروح على البرازيل نعمل زيكا زيكا، هلأ لما صارت الزيكا زيكا بده تيجي لعنا بده يحاربها؟ معقول؟ هلأ إذا صارت معك زيكا زيكا نحنا رح نضطر نحط مزيكا ونتوقف مع محطة إعلانية. بدك تتوقف توقف. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم الكل كان قاعد على أعصابه وناطر انفجار سياسي كبير داخل الحكومة رح يفجره الوزير أشرف ريفي وزير العدل إذا الحكومة ما أحالت قضية ميشيل سماحة على المجلس العدلي. ولكن الوزير ريفي فات على الجلسة وظهر مثل الملاك مع أنه الحكومة ما أقرت مطلبه. ليش؟ خلونا نشوف وبكرة بشوفكم. تيك تك تيك تك تيك تك. لحظة رواء لو سمحتوا رح خبركم. دخلت على قاعة مجلس الوزراء وبعيوني شر،
كانت ناوي على الشر إذا الحكومة ما أحالت قضية ميشيل سماحة إلى المجلس العدلي. بس الحكومة ما أحالتها. صحيح، وبلش الشر يتطاير من عيوني. وعملت شر داخل الحكومة؟ فكرت كتير وتريست، تريست حتى ما يصير الشر موضة، كانت رح استقيل وفل. بعدين فكرت وقلت لنفسي إذا عملت شر وصار الشر موضة، بيصير كل وزير مش عاجبه شي بالحكومة بيمشي بهالموضة وبيعمل شر وبيعطل الحكومة. صحيح؟ صحيح. وبيصير كل ما الإعلام ذكر كلمة الشر موضة بيذكر خلفه أشرف ريفي، فهل يجوز إنه يصير اسم الوزير ريفي مرادف للشر موضة؟ فبلعت الموس وعضيت على الجرح ورحلت، بس ناويلن ناويلن هالولاد الشر موضة. باي. دوما دوما تك دوما دوما تك، أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك، بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك، لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك، بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك، بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك.